في غضون ثوان قليلة سنبدأ هذه الجلسة الآن، إذ انضم إلينا جميع المتحدثين. مرحبا بكم كما ذكرت في البداية، وأرجو من الجميع الجلوس في مقاعدهم. اسمي مارتن، وأنا مسؤولة عن الشبكة الدولية للشراكة. سأعمل على تيسير الجلسة المعنية بشبكة السياسة المعنية بتجزئة الإنترنت. سنبدأ أولاً بالحديث عن شكل هذه الجلسة، وكذلك إذا ما كان لديكم أي تعليقات وأنتم منضمون إلينا بصورة افتراضية عبر شبكة الإنترنت، أرجو أن تدونوا ملاحظاتكم في المربع الخاص بالدردشة. مرحبا بكم مرة أخرى، ويسعدنا التواجد معكم. لدينا جدول أعمال حافل اليوم. سأقدم أولاً بعض الخلفية الخاصة بمسودة إطار الخاص بشبكة السياسة المعنية بتجزئة الإنترنت، وما هي تلك الأدوات التي تم تطويرها، وسأجري نقاشاً مع المتحدثين. وأتمنى للجميع جلسة مثمرة. هل تسمعون بشكل جيد؟ مرحبا بكم. إن شبكة السياسة المعنية بتجزئة الإنترنت هي جزء لا يتجزأ من مجتمع الإنترنت، وهذه الشبكة معنية بدراسة تجزئة الإنترنت وكافة الجوانب ذات الصلة. لدينا كذلك المبادرة التي تجمع جميع أصحاب المصلحة، ووضع عناصر لإطار عمل يمكن أن يكون بمثابة توجيه للمناقشات المستقبلية بشأن الإنترنت. صوت المتحدثة غير واضح بالمرة. نحاول أن نعدل من الصوت. أتمنى أن يكون الصوت قد أصبح أكثر وضوحاً. كنت أقول مرة ثانية أن شبكة السياسة المعنية بشأن تجزئة الإنترنت
هي شبكة معنية بمناقشة ما هو المقصود بتجزئة الإنترنت، وكذلك محاولة لأن تفتح حوار وأن تشرح العوامل ذات الصلة. لدينا مجموعة من أصحاب المصلحة التي تساعدنا على المضي قدما في أعمالنا، وعملنا لمدة سنوات طويلة على هذا الموضوع. عملنا على عقد مجموعة من المناقشات والندوات والتي ضمت جميع الأطراف المعنية لوضع إطار لهذا العمل. شكرا لك. نعم، أردنا أن نقدم لكم مقدمة بشأن الإطار الذي قمنا بتطويره خلال الشهور الفائتة. لقد عملنا على وضع مسودة هذا الإطار كنتيجة لنقاش دار مع مختلف المهتمين. قمنا كذلك بعقد ندوات ووضعنا نتائجها عبر شبكة الإنترنت. قمنا بعمل دراسة استقصائية ومسح، ونتيجته وضعت على شبكة الإنترنت. والنتيجة كانت معرفة ما هو المقصود بتجزئة الإنترنت، كيف يمكن أن تسفر عن أشكال محددة، أمثلة لتجزئة الإنترنت، ووضعناها على الموقع الإلكتروني للندوات التي قمنا بها. تحدثنا كذلك عن أفكاركم بشأن تجزئة الإنترنت. هل المقصود بها انقطاع الخدمة؟ هل المقصود بها أمر آخر؟ نحاول هنا التوصل إلى قواسم مشتركة خلال هذا النقاش، لأن هناك الكثير من وجهات النظر بشأن تجزئة الإنترنت. نعرف أن هذا النقاش يدور على مدى فترات طويلة، وهناك دراسات قد نشرت لمناقشة هذا الموضوع، وقد أصبح هذا الموضوع أكثر شيوعاً في النقاش خلال الفترة الماضية. هذه هي إحدى المناطق والمجالات التي يعمل الاتفاق الدولي للتحول الرقمي على التركيز عليها. نحاول من ناحيتنا أن نأتي بوجهات النظر التي تم التوصل إليها خلال الندوات والمناقشات التي دارت بشأن تجزئة الإنترنت، ونود أن نستمع إلى وجهات نظركم. أود أولاً أن أشرح بعض الأمور الخاصة بالإطار، وهذا الإطار لم يتم وضعه على الشاشة، ومن ثم أجرينا النقاش الخاص بتجزئة الإنترنت وركزنا على مجالين أساسيين ورد بصورة متكررة من خلال النقاشات الماضية. أولاً خبرة المستخدم والتجزئة في هذا المجال. على سبيل المثال، خبرة المستخدم خاصة بانقطاع الخدمة وتدفق المعلومات نظراً لانقطاع الخدمة، وبعض الأمثلة خاصة بالتدابير السياساتية التي يمكنها أن تعوق تدفق البيانات عبر الحدود. هناك عدد من الأمثلة الأخرى التي ذكرها المشاركون في النقاشات السابقة، وربما تختلف عن جوانب أخرى قمنا بتحديدها، ألا وهي تجزئة الطبقات الفنية والبروتوكولات الأساسية والطبقات الفنية التي قد تصاب ببعض التوقف أو الاضطراب. نحن نركز على ضرورة تدفق المعلومات، وبالتالي علينا أن ننظر في أي عوامل من شأنها أن تعوق تدفق المعلومات. هناك اتجاهات لاستخدام هذه التدابير من خلال السياسات المختلفة والتدابير والخطوات التي يتم اتخاذها من قبل الدولة أو من قبل الأطراف الأخرى، واستخدام هذه الخبرات والتجارب عبر شبكة الإنترنت للتدليل عليها. قمنا بمناقشة أنواع أخرى من التجزئة، وهذه المشاكل قد تكون لم تحدث حتى الآن بصورة واضحة. مثلا هناك الاقتراح الخاص بإيجاد بروتوكولات بديلة للإنترنت، وهناك بعض العوامل الأخرى التي من شأنها أن تؤثر على تدفق خدمة الإنترنت، مثل إعادة التوجيه المسار ريبوتينج أو غيرها من الممارسات الأخرى.
بالأمس كان هناك تأثير عن التشغيل المشترك بين الأسطح البينية المختلفة وكيفية تأثيرها على تقديم خدمة الإنترنت بلا انقطاع. هناك عدة روابط وأواصر بين هذه الجوانب المختلفة. في عملية تجزئة الإنترنت حددنا كيفية السيطرة على تدفق المعلومات وكيف يمكن أن نترك الخيار للمستخدم لأن يقرر ما إذا كان يمكن أن يصل ويلج للمعلومات عبر شبكة الإنترنت بسهولة ويسر. هناك سؤال الخاص بالسيطرة على المعلومات، ثم يوجد كذلك الموضوعات المتقاطعة الخاصة بحوكمة الإنترنت، وهو الأمر الذي نستمع إليه مرارا وتكرارا. من ناحية أخرى علينا أن نتحدث عن المناقشة التي دارت فيما مضى والبروتوكولات المعنية بالإنترنت وغيرها من المجالات الأخرى التي يتم وضع إطار السياسات تحت كنفها. كل هذا من شأنه أن يسهم في معرفة القضايا الخاصة بالموصولية، التشغيل بين الأسطح البينية، وحوكمة الإنترنت بصورة شاملة يمكن أن تؤثر على الجوانب المختلفة التي تحدثنا عنها. كما ذكرت، أود أن أشير إلى النقاشات الأخرى الدائرة حول هذا الموضوع. يوجد جلسة هامة بشأن تجزئة الإنترنت وقد عقدت من أجل مناقشة مسودة الإطار الخاص بتجزئة الإنترنت، وهي موجودة في الموقع الإلكتروني لشبكة السياسة بشأن تجزئة الإنترنت، ويمكن الرجوع إليها إذا ما أردتم الحصول على مزيد من المعلومات. من ناحية أخرى علينا أن نحدد التدابير التي من شأنها أن تعرف تجزئة الإنترنت. مثلا علينا أن نتحدث عن بعض العوامل والمعايير. ما هي فترة انقطاع الخدمة إذا ما حدثت؟ ما هو تأثيرها على الممارسات؟ عدد المواطنين الذين تأثروا؟ ويمكن أن نعرف أن كل هذه العوامل من شأنها أن تصبح ما يقصد به تجزئة الإنترنت. هناك كذلك أوجه متعددة سواء على صعيد الطبقة التقنية أو تجربة المستخدم، وهذا هو الطيف الذي نستطيع أن نعمل في خلاله وأن نحدد ما هو المقصود بتجزئة الإنترنت. ونؤكد على أن تجزئة الإنترنت هي قضية معقدة، ولكن كيف يمكننا أن نشير إلى عوامل جديدة خلال نقاش جلستنا اليوم والتي تضيف على المناقشات التي دارت فيما سبق. نناقش كل هذه العوامل بمزيد من التفاصيل، ونأمل أن نصل إلى فهم مشترك لهذه المشكلة، ولكن بعض الحلول والتوصيات لمختلف أصحاب المصلحة والمهتمين. وبهذا أود أن أناقش معكم اليوم كيف ننظر إلى مسودة الإطار، كيف يمكننا أن نستخدم هذا الإطار، وكيف يمكن أن يؤثر على مختلف الأطراف. والمتحدثون لدينا سيخوضون في تفاصيل هذه العوامل، وكيف يمكن أن نضمن إيجاد نقاش مطول مع كافة أصحاب المصلحة والمهتمين وكيفية إشراكهم في هذا النقاش. الآن سأنتقل إلى النقاش الدائر و تيرنر، أعطيك الكلمة. شكرا جزيلا. نعرف أن هناك العديد من الجوانب الخاصة بتجزئة الإنترنت، ولكن أحيلكم إلى صفحة مخصصة لمنتدى حوكمة الإنترنت الموجودة عبر الشبكة. الآن نحن نحاول أن نستمع إلى آرائكم وأن نجمع بعض المدخلات والإسهامات، وهذا يأتي في إطار إشراك أصحاب المصلحة المعنيين. هناك سؤال سأطرحه عليكم: هل تعتبرون أن هذا الإطار يعتبر إطاراً هاماً ومفيداً؟ شكرا جزيلا على دعوتكم لنا، هذه فرصة سانحة
لأن أشارك في هذا النقاش. طرحت سؤالاً على نفسي، هل يمكن أن يكون هذا الإطار مفيداً لنا؟ والإجابة باختصار شديد، نعم، هذا الإطار مفيد للغاية. هذا الإطار يعطينا الفرصة من أجل أن نتشاطر الآراء ووجهات النظر، كما يعمق من فهمنا بشأن المقصود بتجزئة الإنترنت من خلال خبرات مختلفة. وبالطبع يمكننا أن نركز على المستخدم، ما هو الدور الذي يطلع به الإنترنت، وبالطبع يمكننا أن نربط بين استخدام الإنترنت وبين عدد من الجوانب الأخرى مثل حقوق الإنسان. هذا يقودنا إلى أن نفكر في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها من تلك الحقوق المتأصلة في مجال حقوق الإنسان. هذا أمر هام عندما نتحدث عن الدور الذي تقوم به شبكة الإنترنت في دعم مصالح المواطنين ومصالح العامة، وكذلك أن يكون هناك دمج لجميع المشاركين على أرض الواقع. نحن هنا نرى مختلف هذه الجوانب، وقد استمعنا من خلال النقاش رفيع المستوى أن هناك دعوة من المجتمعات المحلية بأن نساعدها على أن نحل المشاكل العالمية والدولية، أن نسهم في إيجاد حلول مستدامة وكذلك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أو علينا كذلك أن نشارك في إيجاد حلول نواجهها بين الحين والآخر، ولعل آخرها كان تفشي الجائحة. علينا أن نطرح عدة أسئلة. هل نحن نتحدث عن المستخدم الذي يستخدم الشبكة بصفة خاصة، أم المستخدم الذي يلجأ إلى هذه الشبكة في المدارس أو في المصالح أو في المؤسسات المختلفة؟ من الأمور التي تبادرت إلى ذهني والتي تحدو بنا لأن نتخذ مقاربة عالمية وكونية، علينا أن نركز على البعد الإنساني، وكيف يمكن أن يكون الإنسان هو محور كل الجهود التي نقوم بها. علينا كذلك أن نركز على مسألة التضامن من خلال هذه الشبكة. أنا هنا لا أتحدث فقط عن خبرة المستخدم، ولكن علينا أن ننظر إلى الأدوار المختلفة التي تطلع بها هذه الشبكة. علينا أن نفكر في كيفية استخدام هذه الشبكة والأهداف المرجوة منها. نحن بحاجة إلى أن نحقق قيماً جماعية وأن نحل المشاكل المستديمة الموجودة والتي يمكن أن تهدد وجود البشر. شكرا جزيلا على هذه المقدمة. أود كذلك أن أرحب بالمتحدثين المتواجدين معنا، ولا أعرف ما إذا كان هناك بعض النقاط التي يمكن أن نضيفها. هل يبدو أنه إطاراً مهماً أو وثيقة مهمة؟ نحن نعمل مع الجميع من أجل إيجاد هذا الإطار، ولكن ما هو رأيكم بهذا الإطار؟ هل ترون أن هذا الإطار إطار مهم؟ قد يكون من المفيد أن ندرج الإطار على الشاشة. هل لكم أن تضعوا على الشاشة الشريحة الأولى أو الثانية؟ الأمر الذي ييسر الأمر للمشاركين، وهي الشريحة الثانية أو الثالثة، عفوا، تعتذر المترجمة. سوف أسأل
هم إذا زوبا أو أولا أو أولاف أو نوال، ما إذا ما كانوا يرغبون في المشاركة في هذا النقاش. ولكن أود أن أتيح الفرصة للمشاركين على الخط حتى يعلقوا على هذا الموضوع. هل لنا أن نتدخل مباشرة؟ طابت أوقاتكم. في طبيعة الحال سوف نتعمق في النقاش. لا شك في أن الأسئلة المطروحة أصلا هي مفيدة. من هم المستخدمون الذين نتحدث عنهم؟ فمن الأهمية بمكان أن ندرك كثرة المستخدمين، إلا أنه يهم أيضا أن نحدد فئات هؤلاء المستخدمين وكيف ندرجهم في الإطار. إنه أمر مثير للانتباه، وإنني أتطلع إلى المشاركة في الحوار اليوم. شكرا جزيلا. إن الصوت المتحدث منخفض للغاية. هل لنا أن نضع الشرائح على الشاشة؟ وهل لك أن تنتقل إلى الشريحة الثانية؟ في حين أننا ننتظر إدراج الشرائح على الشاشة، أود أن أعرف بنوال عمر، وهي من بحوث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إفريقيا. في حين أننا نستعرض المسألة الثانية المتعلقة بالجانب الرئيسي أو الجوانب الرئيسية للإطار، أولا تفتت تجربة المستخدمين والتفتت التقني. نحن نود أن نحسن فهمنا للموضوع، فناقشناه بإسهاب ونود أن نطرحه إلى منتدى الحوكمة العالمية، ونود أن نستمع إليكم. يا نوال عمر، أنت تقومين ببحوث في بحوث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إفريقيا. نود أن نحن نتطلع إلى آرائك. ما هي تجربتك وما هي تجربتك في استخدام الإنترنت وفي مجال تشتت الإنترنت؟ شكرا. شكرا على إشراك في هذا النقاش. فيما يتعلق بتجربتنا في مجال تفتت الإنترنت، سأحدثكم عن تجربتي في السودان فيما يتعلق بانقطاع الإنترنت وما إلى ذلك. أود أن أحدثكم عن هذا النموذج المتعلق بمقاطعة الإنترنت وقطع الخدمة، وهو أمر يتعلق بهيكل الإنترنت المستخدم. وتم استخدام الإنترنت كأداة للقمع ولتوقيف شبكات الفي بي ان على بعض الأجهزة أو تقفي بعض المتظاهرين ولقمع الحريات. توقيف خدمة الإنترنت على فترات طويلة. وهناك أمثلة أخرى في الهند، في كازاخستان وميانمار، في مجال انقطاع خدمة الإنترنت. فإن قطع خدمة الإنترنت يتوسع كأداة قمع في الدول التي تفتقر إلى الاستقرار السياسي والتي تديرها أنظمة مستبدة. إذن إن الاضطراب المستهدف للإنترنت في السودان منذ المظاهرات في 2019، فنحن شهدنا اضطرابات كثيرة للإنترنت ولانقطاع الخدمة، وتم استهداف كل
الفئات وتم قطع الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي على مدى 60 يوما من 21 ديسمبر كانون الثاني 2019 إلى 26 شهر فبراير شباط عام 2019 تم قطع خدمة الإنترنت، وذلك على مدى كذلك على مدى 36 يوما في يونيو حزيران يوليو تموز 2019 وتاليا على مدى 24 يوما في عام 2021 بعد الانقلاب، فكلها فترات زمنية طويلة يبعد المستخدمون عن الخط، وإن ذلك يؤثر شتى المستخدمين من يعملون على الخط في أعمالهم، من يقومون بفحوص وامتحانات على الخط. نحن شهدنا انقطاعا لخدمة الإنترنت في أثناء الامتحانات الوطنية، أثناء امتحانات المدارس. إذن إن حدة الاضطرابات لخدمة الإنترنت ولتواصل على المواقع الاجتماعية قد أثر على السودان وعلى دول أفريقية مختلفة، فبذلك أعتقد أن خدمة المستخدم في مجال تفتت الإنترنت مسألة ينبغي أخذها في عين الاعتبار، لأنها تطال شتى أشكال المستخدمين. فلنتأمل في وضع مستخدم للإنترنت لمشاهدة أفلام الفيديو، فإنه أيضاً يعاني من هذه الاضطرابات. شكراً على نقل تجربتك بهذا الشكل المفصل، وشكراً على شرح الأساليب المختلفة التي أثرت هذه الاضطرابات على المستخدمين. إنه جانب من تجربة المستخدم الذي أدرجناه في النموذج والإطار الذي وضعناه. هناك جوانب أخرى سوف نتناولها. أما الآن أعطي الكلمة لأولاف كولكمان من مجتمع الإنترنت. هناك عنصر آخر من الإطار الذي نناقشه يتعلق بالتفتت الإنترنت على المستوى التقني. هل لك أن تسلط الأضواء على معنى هذا التفتت بالنسبة إليك؟ ونحن في إطار هذا التصور بحاجة إلى المزيد من النقاش والبحث لكي نفهم ما الذي يحصل. أولاف لك الكلمة، طابت أوقاتكم أنما كنتم. إن جمال الإنترنت هو أنه يجمعنا اليوم. أود أن أعالج هذا الأمر من خلال الوثيقة. إن الصوت رديء. نحن قد وضعنا عددا من النقاط التي من خلالها نصف التفتت على الصعيد التقني الفني، ونحاول شرح هذا التفتت عندما ننظر إلى التفتت على الصعيد الفني. ننتقل إلى مفهوم النواة العامة للإنترنت. نحن نشدد على أنه ما من تعريف عالمي شامل لهذه النواة العامة.
إن المترجمة تعتذر، فإن المتحدث يتحدث في مذياع الحاسوب مباشرة ولا يستخدم ميكروفونا مخصصا، فصوته رديء وتتعذر الترجمة. في حالات يتم تعريف النواة من خلال التوجيه والتسمية والمسار، فإن التسمية والعنوان والتوجيه وهيكلة التشفير كلها عناصر نحتاج إليها وينبغي إدراجها لتجنب التفتت إذا ما ليس لدينا شهادات التحقق. في غياب بروتوكولات مشتركة فإن ذلك سوف يؤدي إلى تفتت. في طبيعة الحال إن هذه البنى التحتية ليست كل البنى التحتية المعتمدة، وفي حين أن الشبكة تتطور فإن البنى التحتية الجديدة تكتسي أهمية. مثلا إذا ما اتصلتم بأكثر من موقع شبكي فإنك تستخدم بطاقة هوية جديدة أو يطلب إليك تحديد هويتك للاتصال، ولكن تلح أن هذه الخدمات تتحول اليوم إلى هياكل تحتية لخدمات أخرى، فكيف لنا أن نرسم الحدود الفاصلة بين الأسلاك والبنى التحتية المادية؟ والبنى التحتية الخدماتية إذا ما جاز القول، فكيف لنا أن نفصل بين الاثنين؟ إذا ما عدتم إلى الأمثلة المضروبة، أود أن أعود إلى مثل آخر. تعتذر المترجمة فإن الصوت رديء للغاية. يتم التحدث عن توجيه أو تسيير الإنترنت من خلال شبكة شركة خاصة. إنه مجرد مثل عن نشاط تجاري واسع النطاق، والذي قد يؤدي إلى التفتت. ما قد يحصل في هذه الحالة هو أن الاستثمار في هذه الهياكل التحتية الخاصة مثل جوجل التي تعد جداول لنقل البيانات مثلا، بعدم الاستعانة بالإنترنت العام، فإن هذه الهياكل التحتية الخاصة تؤدي أحياناً إلى عدم الاستثمار الكافي في بنى تحتية نقل المعلومات، البنى التحتية التي يستخدمها المستخدمون لنقل مضمون أو محتويات أخرى. وإن إذا ما استمر سوء الاستثمار هذا في بنى نقل المعلومات، فإن الهياكل التحتية لنقل البيانات تفتقر إلى الاستقرار الكافي. إن هذا المثل مثل نظري إلى حد بعيد، لأن التشتت قد يحصل على بأكثر من شكل. مثلا آخر يتعلق بتفتت الحوكمة. كما لا يخفى عليكم فإن بنى تحتية الإنترنت تديرها أكثر من منظمة. إن البنى التحتية غير مركزية، إن هيكلة الأسماء غير مركزية أيضا، هناك خوادم للتسيير
مختلفة، ولكن هناك هيكل أو هندسة متفتتة مع مجالاتي أو نطاقي، أسماء نطاقات مختلفة. وإن هذا الشكل الهندسي للإنترنت فيما يتعلق بالتسمية والتسيير هي هندسة تفترض إدارة على يد أكثر من طرف، فمن الأهمية بمكان ألا نتجاهل هذا التفتت وأن نسهر على توزيع الإنترنت وأسامي النطاقات، أسماء النطاقات على نحو مناسب ومتساو. إن أي تفتت في النظام، في نظام تحديد العناوين أو تخصيصها، يعني تضارب في المعلومات في التسجيل، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى كوارث. إنها أمثلة عن تأثير التفتت في حوكمة وتنسيق الإنترنت. مثل نظري آخر، إن تفتت الطبقة التقنية للإنترنت هي آخر عنصر للتفتت الذي يمكننا أن نتأمل به، وكانت هذه أمثلة قد أدرجناها في الإطار الخاص بتفتت الإنترنت، وأرجو أن أكون واضحاً. شكراً، شكراً. إنك قد ساعدتنا على فهم ما نعنيه عندما نتحدث عن تفتت الإنترنت. تحدثت عن أهمية حماية بنى التحتية للإنترنت، وقد نشاهد بعض الممارسات التجارية التي قد تؤدي إلى تفتت الإنترنت نظراً لأثارها المختلفة فيما يتعلق بسوء الاستثمار في بنى تحتية نقل البيانات. تحدث عن ضرورة الحفاظ على إطار حوكمة لكي نضمن شبكة مفتوحة شاملة تقوم على تشغيل بيني. أعتقد أنه يمكننا أن نفتح باب النقاش. هل لديكم من تعليق؟ هل سقطت منا فكرة؟ سقط منا عنصر؟ هل لديكم أمثلة ترغبون في نقلها إلينا أو في طرحها على المشاركين في هذا الحوار؟ كان أيضا لهؤلاء الذين يتابعون عن طريق تطبيق زوم أن يضغطوا على الزر لطلب الكلمة. بالنسبة للإطار سيكون من المفيد أن نوضحه على الشاشة قبل أن نتناول هذه الشفافة. أود أن أطلب رأيكم حول الإطار وكيف يمكن استخدامه وكيف أن يكون مفيدا. أعتقد أنه سيكون من الجيد أن نكرر ما هو الهدف أو النية من كل هذه الاستنتاجات والخلاصات، ونحن نركز بشكل كبير على التجزئة. وذلك يقودنا إلى ساعات مطولة من المداولات، ومن خلال هذا الإطار نحاول أن نقدم ثلاثة سلات. إذا ما سمعتم المتحدثين يتحدثون عن التجزئة، إما
أنهم يتحدثون عن أمر يمكن أن نضعه في سلة التجزئة لتجربة المستخدم أو الجانب المتعلق بالبنية التحتية، والسلة الثالثة التي نحاول تعريفها من خلال هذه المناقشة هو التحدث عن تجزئة حوكمة الإنترنت أو حوكمة أجزاء متفتتة من الإنترنت، وهذا هو السبب من وراء هذا الإطار. الهدف هو ليس تعريف التجزئة، ولكنه يستند إلى ما استمعنا إليه من خلال الندوة، ما يتحدث عنه الأشخاص عندما نطرح السؤال لفهم ماذا نعني بالتجزئة. إذن هذه هي الفكرة. والسؤال الأول الذي طرحته الزميلة، الهدف منه هو معرفة إذا ما كان هناك ما ينقص أو ما فاتنا، وإذا عندما تتحدثون عن التجزئة فهل هي متماشية مع أحد هذه السلات الثلاثة؟ والجزء الثاني من اجتماع اليوم سيركز أيضا على السلات الثلاث، وإذا ما نظرنا فيها فما هي الخطوات التالية التي يجب اتخاذها بغية تفادي التجزئة. فقط أردت التوضيح، رائع، شكرا جزيلا. الآن يمكن أن نفتح باب الكلمة إذا ما أردتم تشاطر وجهات النظر. أرى أحد هنا، إذا ما كان هناك أشخاص آخرون وهناك شخص آخر في آخر القاعة. إذا سنفتح المجال لثلاث أسئلة. وصوت المتحدث غير واضح حيث أنه لا يتحدث في الميكروفون، وهناك صدى للصوت. التجزئة التقنية ستؤدي حتماً إلى تجزئة التجربة لدى المستخدم. هناك أنواع مختلفة من التجزئة نتيجة بعض الأنشطة التجارية، ويجب أن نعي كل هذه المسألة حتى نعيد الإنترنت بشكل شامل. ولكن إذا ما أردنا أن ندخل في قلب التجزئة، نفهم أن هناك مستويات مختلفة من التجزئة يترتب عليها آثار مختلفة. ولا أعتقد أن الشركات الخاصة وتعتذر المترجمة لعدم وضوح الصوت من القاعة، ما تعذر معه ترجمة السؤال. شكرا جزيلا على هذا السؤال. تفضل الشخص في آخر القاعة وبعد ذلك الشخص في منتصف القاعة. رجاء أن تقدموا أنفسكم. صباح الخير، اسمي شنان وأنا من مكتب محاماة. تعتذر المترجمة لرداءة الصوت من المصدر. إذا نحن نتحدث عن الأجزاء، عن تجزئة عفوا، والجوانب الأكثر ذات المغزى بالنسبة للتجزئة. إذا يتعلق الأمر بوضع إطار مبدئي، وآمل أن يتم استخدام هذا الإطار بشكل أكبر في المستقبل. سؤال آخر، إذا أمكنكم إعطاء المزيد من التفاصيل حول المعايير، لقد تحدثتم عن المدة والأثر. بالنسبة لإطار حقوق الإنسان المستخدم،
والنظر في مدى إشكالية كل نوع من أنواع التجزئة إذا ما كان ذلك جزء من المناقشة أو جزء من التفكير في هذا الإطار. شكرا. الشخص في منتصف القاعة، أنا من أثيوبيا. أن الموضوع موضوع جيد، نحن نتحدث عن السياسات وعن التجزئة، ولكن نحتاج إلى التركيز على المستخدمين والموارد. هناك شح في الموارد، وبالتالي يجب أن ننظر في عدد الأشخاص المتصلين بالإنترنت، ولكن السؤال المطروح هم ما هو عدد الأشخاص الذين يستخدمون الإنترنت بشكل فعلي، والاستهلاك الصحيح للإنترنت. شكرا. أعتقد أن هذه نقطة هامة بالنسبة لشح الموارد وإمكانية استخدامها والالتزام بالقيم والنظر في مصدر هذه الموارد وكيفية استخدامها. لدينا سؤال، ولكن ربما سنبدأ من خلال الرد على الأسئلة الثلاثة المطروحة. يمكن الرد على هذه الأسئلة، أود أن أتحقق من أن المتحدثين ربما يودون الرد على هذه الأسئلة. السؤال الأول ركز على التجزئة التقنية والتي أحدثت أثراً أكبر على تجربة المستخدمين وليس العكس. هل هناك مشكلة؟ لازلنا بصدد المناقشة في محاولة لفهم العلاقة فيما بين الجانبين. هل من ردة فعل حول هذه الأسئلة؟ وهناك أيضاً سؤال طرح حول حقوق الإنسان، ولكن أولاً أعطي الكلمة للمتحدثين وأرد على ذلك لاحقاً. شكراً جزيلاً. هذه مناقشة مثيرة للغاية، بالاستماع إلى عدد من الآراء التي تم الإعراب عنها ليس فقط من قبل المتحدثين ولكن أيضا من القاعة. إذا ما انخرطنا علاوة على الرابط الناقص لربط الجماعات للتحول من وجهة النظر أو من باراديغما الفردية إلى الفرد عفوا إلى الجماعة، كان يجب أن نركز على ذلك في الإطار. ولكن هناك جانبان مرتبطان بهذه النقطة. الأول هو أن نتخطى عملية التنسيق حتى يتاح لنا إطار للتعاون. نحتاج إلى تعزيز التعاون فيما بين كافة أصحاب المصلحة، بحيث يمكن لكل صاحب مصلحة أو كل طرف من أطراف أصحاب المصلحة أن يمارسوا عملية القيادة وأن يكون هناك ممارسة متبادلة، وهذا جانب بالغ الأهمية بالنسبة للتعاون. والجوانب التقنية للإنترنت هي غير كافية عندما نتعامل مع مسائل تعتري أهمية بالغة. من مهمة بمكان بالنسبة لنا أن نحقق ليس فقط القدرات الكاملة للإنترنت، ولكن أن نعالج بعض التحديات الأساسية التي تواجهنا. بالعودة مرة أخرى إلى الجوانب التقنية، فإن الإطار عدد عدد من المخاطر، وهناك خطر واحد واضح هو الخطر القانوني. لدينا ICANN
وهو نوع من التعاون يخضع لتشريعات ولاية كاليفورنيا، وهنا نواجه بعض المخاطر القانونية من قاضي واحد في كاليفورنيا متعلق بتجزئة الإنترنت. وهنا نركز على أهمية المساءلة للعمل على التشريعات. وحتى الآن لم ننتهي من الوفاء بالتزاماتنا القانونية تحت آيكان، وحتى ننتهي من الوفاء بهذه الالتزامات القانونية فإننا سنواجه بعض المخاطر القانونية. لذلك أنا أشدد على أهمية التنسيق والتعاون وتعزيز كافة أصحاب المصلحة. والأمر الآخر هو أيضا المخاطر القانونية المتعلقة بالعمل العالق بالجوانب التشريعية في ولاية في الخاص بعفوا شركة أيكان. شكرا. لدينا هذه الإشارة إلى الإطار بأشكال مختلفة. أود أن أرد سريعا على السؤال المطروح الخاص بالمعايير، وبعد ذلك سنأخذ سؤالين. بالنسبة للمعايير، ما ناقشناه وما سمعته آنفا هذا الأسبوع أنه سيكون من المفيد، والأمر غير متوفر الآن. عندما نحدد ما نحتاج إليه في مجال التجزئة، نقوم بتحديد النقاط وبعض الممارسات التي تمثل عملية تجزئة الإنترنت والأسباب من وراء ذلك والأثر. على سبيل المثال، عملية الإغلاق، وهذا مثال قد يساعدنا في فهم هذه النقطة. هل يتعلق الأمر بنفس الموضوع؟ هل يمكن اعتباره من قبيل التجزئة؟ بالنسبة للطبقة التقنية، ما هي المعايير التي يمكن اعتبارها من التدابير التي تحدث أثرا على التجزئة؟ هذا سؤال وليس ردا، يمكن طرحه بشكل أفضل. هناك أمر تم الإشارة إليه، نحن نستخدم الإطار بالنسبة للإطار العالمي لحقوق الإنسان لكي ننظر في عملية التجزئة، وأن ننظر في قابلية التشغيل البيني. أعتقد أنه تم الإشارة إلى هذا الأمر في أحد الندوات، وقلنا أنه على المدى القصير يمكن أن ينتج عن ذلك بعض المتطلبات وبعض الضمانات التي يجب أن نضعها قبل أن نعمل على تدفق البيانات. إذا ما تم احترام حقوق المستخدمين، ربما يمكن أن نطلق على ذلك تجزئة الإنترنت، لأن النتيجة النهائية هي إيجابية بالنسبة للمستخدمين. ولكن تم مناقشة هذا الأمر، هل يمكن أن نأخذ هذان السؤالين الآن ونعود لاحقا؟ أنا من الصين ولدي سؤال متعلق بتجزئة الإنترنت والتنسيق. أنا أنظر في الوثيقة صوت المتحدثة غير واضح بالمرة. من
وتعتذر المترجمة لعدم وضوح الصوت، ما يتعذر معه الترجمة. شكراً على هذا السؤال. إذا ما أراد أي من المتحدثين الرد عليه، سنأخذ سؤالاً إضافياً وبعد ذلك نتحول إلى الأسئلة المطروحة عبر الإنترنت. لدي سؤال بسيط متعلق بالتصنيف، و وتعتذر المترجمة، لم نسمع هذا السؤال. هل يرغب المتحدثون في الرد؟ هذا سؤال جيد. دعوني أطرح سؤال الدارك نت. من وجهة نظر البنية التحتية التقنية، فإن الدارك ويب هي إذا مواقع تشتمل على معلومات نجدها في خوادم البحث الاعتيادية. إذا ما قمتم بالبحث بالنسبة للبنية التحتية التقنية، وتعتذر المترجمة مرة أخرى حيث أن المتحدث لا يستخدم الميكروفون، ما يصعب معه فهم مداخلته. في كازاخستان كان هناك مقترح منذ عامين ومنذ يومين من الحكومة الروسية، وأن التدخل يؤدي إلى التجزئة. إذا ما نظرنا إلى التعريف بالنسبة لتجزئة لمستخدمي الإنترنت، أقول أن هذا صحيح التجزئة وكيفية عمل ذلك. إذا ما تم إدخال بعض التراخيص، فيكون هناك تجزئة في فضاء التطبيق. الإطار يسمح لنا بالتعامل مع التجزئة في حالات محددة. وتعتذر المترجمة لعدم الترجمة لعدم وضوح الصوت من المصدر. شكراً أولاف. هل من متحدثين آخرين يرغبون في الرد؟ حسناً، أعتقد أننا يمكن الآن أن ننتقل إلى الجزء الثاني. كان هناك سؤال في خانة الدردشة يسأل عن ما
يمكن لأسرة الأمم المتحدة أن تقوم به، أو مبادرات على غرار مبادرة الاتفاق العالمي الذي يمكن أن يعالج مسألة التجزئة. أقترح بالنسبة للمتحدثين أن ينظرون فيما يمكن القيام به بالنسبة للتدابير ذات الصلة للمجتمع العالمي. شكرا جزيلا على هذا السؤال الذي ورد في مربع الدردشة. هناك عدد من الأولويات التي تتعلق بحوكمة الإنترنت وكذلك العمل المستقبلي بشأن الاتفاق الرقمي العالمي. إن ذلك بمثابة تذكرة لنا جميعا كيف يمكننا أن نتعامل مع مسألة تجزئة وتفتت الإنترنت، وهو الأمر الذي ذكر في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة. المفهوم الأساسي يختلف عما نتحدث عنه هنا، والسبب في ذلك هو أن مسألة تجزئة وتفتت المعلومات تحدو بنا لأن نتحول ونفكر في المعرفة، المعلومات، البيانات، ونحاول كذلك أن يكون هناك تجنب لأي شرذمة. إن مسودة الإطار يتعامل بصفة أساسية مع هذه الجوانب، ومن الأهمية بمكان أن نشير إلى أن الإطار قد أكد على هذه الجوانب وعلى البعد التقني، وهو الأمر الذي استمعنا إليه في تعليقاتكم. هذا معناه أننا بحاجة إلى أن نمضي قدما في أعمالنا بمزيد من القناعة في تحقيق أهدافنا. إن تجنب تفتت وشرذمة المعلومات جاء كمجال من مجالات الأولوية لمنتدى حوكمة الإنترنت، وبالتالي يمكننا أن نتحدث في إطار شبكة السياسات عن كيفية التعامل مع تجزئة الإنترنت. شكرا جزيلا. استمعت إلى مزوبة وهي رئيسة الوحدة في أفريقيا والشرق الأوسط. مزوبة تحدثت عما إذا كنا نتناقش مع مقاربة بشأن تجزئة الإنترنت، فعلينا أن نضمن أصحاب المصلحة الآخرين وواضعي السياسات. شكرا. شكرا جزيلا. بالتأكيد فإن وجودي هيكل متكامل من أجل تقديم الاستجابة التي نصب إليها تعد من الأمور الهامة. تحدث الخبراء عن الانتقال من مرحلة التنسيق إلى مرحلة التعاون، وهي نقطة هامة للغاية. العديد من أصحاب المصلحة يمكنهم التواجد معا ومعرفة كيفية الاستجابة إلى كل هذه التحديات. أشير بصفة أساسية لشركات تقديم تكنولوجيا المعلومات، الحكومات، ووضعي السياسات. علينا كذلك أن نعمل جاهدين من أجل أن نتجنب تفتت وتجزئة الإنترنت، وهو أمر نحاول جاهدين تحقيقه. أعتقد أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا قد أشارت إلى أبعاد جديدة من شأنها أن تؤدي إلى التفكير في عزل المواطنين، وهو الأمر الذي يجعل بعض المواطنين في بعض الولايات القضائية يخضعون لرقابة شديدة.
علينا كذلك أن نلتزم بحماية حقوق الإنسان ودعم هذه الحقوق، وكذلك النظر إلى الحق في الإنترنت وحرية التعبير كحق متأصل من حقوق الإنسان، وأن نتجنب أي توقف للخدمة استنادا إلى هذه المعايير. إن شركات تكنولوجيا المعلومات مثلنا يمكنها أن تجد الملايين والملايين من المستخدمين، وأن تشعر أن هؤلاء المستخدمين هم مسؤوليتنا، وعلينا أن نطلع بهذه المسؤولية بجدية بالغة. علينا كذلك أن نعمل على دعم استخدام شبكة الإنترنت، وأن نعمل من أجل منع تفتتها وتجزئتها. علينا كذلك أن نضمن أن حقوق الإنسان تأتي في صلب السياسات والمنتجات التي نقدمها، وقد استمعنا إلى العديد من المداخلات بهذا الشأن. نحن ملتزمون لأن نحافظ وندافع عن شمولية الشبكة وعن سلامتها، ونقوم بذلك من خلال مبادرات التعاون الدولية مع مختلف الأطراف والمهتمين. يمكننا أن أتحدث بمزيد من التفاصيل حول هذا الأمر، ولكنني سأترك المجال للمتحدثين الآخرين لأن يدلوا بدلوهم. شكرا جزيلا. تحدثنا كثيرا على أن حقوق الإنسان تأتي في صلب نقاشنا، وأعتقد أن الجميع يوافق على هذا الأمر، ومن عليه يمكننا أن نتحدث عن هذا الإطار وكيف يمكن أن يسعى هذا الإطار إلى حماية حقوق الإنسان وتعميمه في كافة المناقشات. نحن هنا لا نتحدث فقط عن بعد تقني، ولكن بالطبع يجب أن يكون هناك دمج لكافة هذه العناصر بما في ذلك العنصر الخاص باحترام وحماية حقوق الإنسان. وبالتالي حاولنا هنا أن نجيب على هذه الأسئلة، وإذا كان هناك بعض الشواغل أو النقاط التي لم يتم الرد عليها أرجو أن تنبهونا لها. لست واثقة من أين يأتي هذا الصوت. مرحبا، هل لي أن أتدخل؟ نعم، وأرجو أن تقدم وتعرف عن نفسك أولا. مرحبا بكم وشكرا جزيلا على إعطائي الكلمة والفرصة للتحدث. مرحبا بالجميع وبالمتحدثين الكرام. أود أن أتحدث عن تجزئة وتفتت الإنترنت، واسمحوا لي أن أتحدث عن أسباب ثلاثة. السبب الأول هو زيادة الاتجاه نحو عسكرة الإنترنت، وتحديد وتعريف الإنترنت بوصفه أداة جديدة تستخدم على كافة الأصعدة والمستويات. ثانياً، نحن نتحدث عن الإجراءات الأحادية القسرية في مجال النزاعات. ثالثاً، عدم التعاون بين المنصات الرقمية الأخيرة من قبل جهات إنفاذ القانون في عدد من البلدان. هناك العديد من التحقيقات الجارية في مجال الجريمة السيبرانية، والحل هو تحديد أن الإنترنت هو أداة تستخدم في مجال سلمي ويسعى إلى تعزيز السلم. ما هو دور الأمم المتحدة؟ وهذا هو سؤالي، ما هو دور الأمم المتحدة وأسرة الأمم المتحدة حتى تتأكد تماماً من وجود الإنترنت كأداة تستخدم بصورة سلمية من قبل جميع المواطنين، وألا يستخدم الإنترنت كمنصة للحرب السيبرانية؟ ألا تعتقدون أن التوقيع على إعلان من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأن الإنترنت يعتبر أداة سلمية يمكن أن يكون مثل هذا الإعلان وسيلة لتجنب تجزئة الإنترنت؟ وسؤالي هو ما هو الدور الذي يمكن أن يطلع به الاتفاق العالمي الرقمي في هذا الصدد؟ شكرا جزيلا. علمنا من خلال المداخلات السابقة أن هناك جلسات قد دارت قبل هذه الجلسة وتحدثت حول هذا الأمر
بصورة أكثر تفصيلا، ولكن إذا كان هناك من يود الإجابة فلتفضلوا. هناك العديد من الأيدي المرفوعة والتي طلبت الكلمة. هل تسمعونني؟ شكرا جزيلا. اسمي يلو ريجي. من أستراليا. لقد استمعت إلى العديد من الأفكار الممتازة، وأؤكد كذلك على أنني أمثل جمعية جديدة تأسست مؤخرا، وهي جزء من الشبكة الرقمية. أؤكد على أننا نسعى من أجل تحقيق مستقبل مزدهر للجميع. إن شبكة الإنترنت تعتمد على الرقمنة العالمية وكذلك إدخال المحتوى المحلي. مع وجود موصولية شاملة متاحة للجميع، نستطيع في هذه الحالة أن نمضي قدما وأن نعتمد على التقنيات الحديثة مثل تقنية البلوك تشين وغيرها من التقنيات ذات الصلة. إن استخدام بعض الأدوات التقنية من شأنها أن تساعدنا على تحقيق الشمولية. لقد استمعنا إلى المتحدثين السابقين، وأسألكم هنا إن إثيوبيا تعد مثالا جيدا للمزايا التي يمكن أن نستفيد منها من خلال استخدام شبكة الإنترنت. نحن نرى الآن أن إثيوبيا استطاعت عن طريق الشبكة أن ترتبط وتتواصل مع كافة أنحاء العالم. لقد أكد معالي رئيس وزراء إثيوبيا بوضوح شديد في الجلسة الافتتاحية أن الإنترنت قد بدأ منذ أعوام لأن يصبح أداة نافعة في إثيوبيا. سؤالي هو، ما هو دور الأمم المتحدة في المستقبل؟ وما هي خططها المستقبلية من أجل أن تدعم الدول الأعضاء لحماية المعلومات ضد أي معلومات مغلوطة، وكذلك أن تحول دون تعرضها لأي هجوم عبر شبكة الإنترنت؟ تعرفون الآن أن هناك الحروب الجديدة مثل حروب العملات وغيرها من الحروب التي يتم شنها عبر شبكة الإنترنت، فكيف يمكن للأمم المتحدة من خلال خططها المستقبلية أن تعمل على الحيلولة دون ذلك؟ هناك عدد من المبادرات لدى الدول الأعضاء من أجل أن تستخدم شبكة الإنترنت بصورة آمنة. كما يتم اللجوء إلى هذه الشبكة من أجل التواصل بصورة آمنة وبصورة منتجة مع كافة أنحاء العالم وبين الدول الأعضاء في منظومة الأمم المتحدة. ما هي هذه الخطط للمنظومة الأممية؟ هذه فرصة سانحة لأثيوبيا. أنتم متواجدون هنا في إثيوبيا، والعالم برمته يعرف ويتطلع إلى إثيوبيا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. علينا في هذه الحالة أن ننشر الكلمة إن إثيوبيا الآن تنعم بالسلام، كما ترون هذا الأمر قد بات واضحا من خلال اجتماعنا هذا. والآن أسألكم، نيابة عن الأعضاء في جمعية ألفا، ونؤكد على أن الأمم المتحدة قد بدأت حوارا عالميا بشأن حوكمة الإنترنت. نود أن نعرف خطط الأمم المتحدة، وكمواطن إثيوبي أعيش في أستراليا أطرح هذا السؤال نيابة عن الشعب الإثيوبي. أرجو أن تتفهموا
طبيعة القانون الدولي، وعلينا كذلك أن نبدأ في صياغة ثق عالمي جديد من شأنه أن يؤدي إلى استخدام شبكة الإنترنت بصورة آمنة للجميع. شكرا جزيلا، شكرا على هذه التعليقات وعلى السؤال الذي طرحته. أعتقد أن معظم النقاش يرتبط ارتباطا وثيقا بطبيعة التعاون الدولي والتأكيد عليه، وكيف يمكن أن نأتي بجميع البلدان على الطاولة وأن يصبحوا جزءا من هذا النقاش. هذا جزء من الجهود التي نبذلها، وأشكركم على الإشارة إليها. يوجد العديد من الأسئلة عبر شبكة الإنترنت، ولكن أود أن أحيلكم إلى مربع الدردشة لطرح أسئلتكم توفيرا للوقت. شكرا. الدقائق الأخيرة المتبقية سأستخدمها لأسألكم، سواء كنتم معنا في القاعة أو عبر شبكة الإنترنت، ما هي الخطوات المستقبلية وما يمكن لأصحاب المصلحة والمهتمون القيام به، وذلك من أجل تجنب تفتت وتجزئة الإنترنت، وكذلك استخدام الإنترنت كأداة منتجة ونافعة. سنواصل العمل بالإشارة إلى الإطار المطروح خلال العام القادم، وهذه هي الخطوة الأولى. ثانياً، إذا كان هناك أي نقاط تودون الإدلاء بها، يمكنكم طرح هذه الأسئلة معنا، وهذه هي بعض الأسئلة التي علينا أن نفكر فيها خلال المرحلة القادمة لشبكة السياسة المعنية بشأن تجزئة الإنترنت. إذا كان لديكم أي تعليقات أو أي أفكار، أرجو أن ترفعوا أيديكم. لا أرى أي من الحضور يطلب القاعة ولا كذلك من المتحدثين عبر شبكة الإنترنت. يوجد سؤال لدينا هنا. حسنا، شكرا جزيلا. أنا من السنغال. هناك بعض الأفكار التي تبادرت إلى ذهني. هل مسألة التجزئة وتفتت الإنترنت تعتبر مفهوم أو أنه حقيقة؟ ربما إذا كان مصطلح تجزئة الإنترنت يعتبر مفهوما، فعلينا في هذه الحالة أن نؤكد على أنه سيكون له العديد من الأثر على الحقوق الرقمية. نعم، أعتقد أن المسألة قد أصبحت أكثر تعقيداً، ويتعين علينا أن نبذل قصارى جهدنا حتى نستطيع أن نتعامل مع كافة الجوانب المعنية بتجزئة الإنترنت وأثرها على الحقوق الرقمية. أرجو أن تفتحوا الميكروفون وأن تبدأوا في طرح السؤال. شكراً، هل تسمعونني؟ نعم نسمعك، شكرا جزيلا. اسمي بول هوم من آيسوغ، وأنا سفير للشباب. سؤالي هو، طبقا للهيكل الذي نقدمه خلال هذا الاجتماع، أرى أن هناك بعض الأفكار قد طرحت، بل أن هناك بعض الغموض واللبس. عندما نتحدث عن المحتوى فإن الأمر مختلف. والسؤال هو، هل نحن نتحدث عن سلوك المستهلك؟ عندما أشرتم إلى خبرة المستخدم، يبدو أن هناك بعض السلوكيات عبر شبكة الإنترنت وكذلك جهود الأطراف المعنية لمكافحة الجريمة السيبرانية، يحدو بي لأن أسألكم هذا السؤال، ما هي الأمور التي لا يمكن أن تعتبر تجزئة وتفتتا للإنترنت في المستقبل؟ هل هو الحرب ضد
هجوم سيبراني أو حماية حقوق الإنسان أم ماذا تحديداً؟ شكراً. إنها ملاحظة مفيدة. ما هو التفتت ما لا يشكل تفتتا، وإنه أمر تستطيع شبكة السياسات أن تدرسه. هل من أفكار أخرى للخطوات التالية؟ هل من مداخلات؟ نعم، تفضل سيدي في القاعة. الصوت غير واضح. إن الأنشطة السبرانية لديها أو تؤثر على خطر التفتت، ولا سيما فيما يتعلق بموضوع إدارة المحتوى، لا سيما في الدول التي لديها منظمات تتحقق بالمعلومات المطروحة على المنصة حتى تصنفها بالدارة وغير الدارة، فإن ذلك قد يزيد من خطر التفتت. ولكن هناك أيضا أساليب أخرى للتعاطي مع خطر التفتت، ولن نتحدث عن الجوانب الفنية المحضة، فقد لن يكون من المفيد أن نعيد تعريف التفتت بتجنب أمور تشكل تفتتا والتي قد نتسامح معها. من المنصة أشعر من مداخلاتكم أنه يتعين علينا أن نحسن تعريف المستخدم، ففي ضوء مداخلاتكم فإن قطع المحتوى على أساس أو حجب المحتوى على أساس جغرافي أو حتى إدارة المحتوى أو المضمون، كلها ذلك قد فعل قبل ظهور وسائل التواصل الاجتماعي أو الوسطاء، وبالتالي علينا أن ندقق في مناقشتنا في تعريف المشكلة. سوف نعود الآن إلى المحاورين على الخط قبل أن نرفع هذه الجلسة. إيزان خان، هل أنكم تسمعوني؟ سؤالي طرحه أحدهم وقد فات الوقت، ولكن في ضوء الحديث قد أطرحه مجددا. هل أن الإطار يعالج التدابير الخارجة عن الإقليم التي تنطبق على صعيد عالمي، مثلا أوامر لاحتواء المضمون عالميا التي قد تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان، إلا أن في هذا الصدد فإن تجربة المستخدم غير مفتتة، ولكن هناك خسارة عامة. وقد أجاب أولاف على هذا السؤال المتأتي من التفتت الذي في، لأن تجربة الإنترنت لا يتم المساس بها لأنه لا يتم التفتيت على صعيد التجربة أو والبنى التحتية. هذا هو السؤال. نوال عمر طلبت الكلمة. كنت أود أن أعود إلى موضوع تفتت الإنترنت على التكنولوجيا الناشئة والذكاء الاصطناعي، فإذا ما نظرنا في هذه الإشكالية في المستقبل قد يؤثر كل تأثير على تلك التكنولوجيا وعلى التدفق الحر للمعلومات والبيانات. الأمر الذي يفاقم التشوه الذي نلاحظه حاليا في الذكاء الاصطناعي، وقد يفرض الأمر علينا أن
أن نوقف هذه التكنولوجيا ونستبعد هؤلاء؟ إن المتحدثة غير واضحة، كما أنه ينبغي أن نأخذ في الحسبان الآثار على التدفق الحر للبيانات. عندما تفرض المجتمعات أو الدول تفتت الشبكة، شكرا، شكرا على هذه الملاحظة المثيرة. نحن ندرك أن التفتت يستبعد المشاركة ويؤثر على التنمية، وإنه لديه آثار واسعة النطاق، لا سيما على الحقوق الرقمية وغيرها من حقوق الإنسان أحيانا. ولذلك نحن نسعى إلى تجنب التفتت، وخدمة لهذا الغرض علينا أن نحسن فهمنا لوجهات النظر المختلفة، كما أننا على أمل أن يكون الإطار مفيد، أن يكون الإطار مفيدا، ونحن ننوي مواصلة هذا الحديث والتعمق فيه وتحديد المعايير والعناصر التي من شأنها أن تصف التفتت على أكثر من صعيد، وعندها قد نتمكن من إعداد توصيات للمجتمع العالمي ولأصحاب الشأن للتصدي لتفتت شبكة الإنترنت ولتجنبه. وإن الميثاق الرقمي العالمي يمثل فرصة سانحة لبلوغ هذه الغاية. هل من تعليق آخر؟ ملاحظة أخيرة حول المسودة، إنها واحدة من فرص التفاعل الأولى بين الجماعة، منتدى حوكمة الإنترنت ومسودة الإطار. يمكنكم أن تعلقوا عليه أي الإطار، وأن تقدموا اقتراحات. يمكن تقديم هذه التعليقات على صفحة الشبكة السياسات في الفترة الواقعة بين دورتين للمنتدى. أود أن أضيف إن المسودة موجودة، وإن الفريق سوف يواصل عمله وسوف ينطلق من هذا الإطار لمناقشة الإشكاليات التي طرحت اليوم، على أن يركز عليها وعلى جوانبها المختلفة. أود أن أذكر أيضا أن شبكة السياسات تتطلع إلى تعليقاتكم ومساهماتكم، فإن الإطار بحد ذاته وإن محاضر الاجتماعات التي أدت إلى صياغة هذا الإطار كلها متوفرة على الصفحة الشبكية لشبكة السياسات على الموقع الشبكي للمنتدى، وهناك وصلة للشكل الجوجل المبسط، حيث يمكنكم أن تتقدموا بتعليقاتكم وطرح آرائكم حول العناصر الثلاثة، ونحن نثمن كل مساهمة. شكرا، شكرا للانضمام إلينا. نشجعكم على المشاركة في الجلسة الرئيسية حول تفتت الإنترنت التي سوف تنعقد في غضون 15 دقيقة. سوف نبني على هذا الحديث، ونحن نتطلع إلى لقائكم مجددا، وأشكر المحاورين على الخط أو في الموقع. شكرا.